على غير السنوات يعني الماضية، فالمشاركة ديالنا إن شاء الله تكون مشاركة وزينة، أكثر من 30 تعاونية ومجموعة ذات نفع اقتصادي اللي غادي تشارك في هذا المعرض المهم جدا اللي كيتعد من أكبر المعارض الفلاحية على الصعيد الدولي. هذه اللقاءات الأولية مع التعاونية الهدف ديالو هو تقديم يعني كل ما يتعلق بهذه المشاركة، من مساطر ديال المشاركة، من كذلك المنتوجات اللي غادي تعرض إن شاء الله في الرواق المغربي في باريس. هما كيتعدوا بمثابة سفراء الثقافة المغربية والفلاحة المغربية، لا من ناحية الزي ديالهم اللي غيرتديو ليه الزي التقليدي، لا من ناحية يعني طريقة تقديم المنتوجات ديالنا إلى غير ذلك. وهذا اللقاء هذا غادي يكون موراه لقاءات أخرى اللي غادي ندخلوا في تفاصيل التقنيه اللي كتهم المنتوجات اللي كتهم يعني الجوده ديالها، التحاليل المخبريه، وكذلك الاجراءات كامله ديال نقل المنتوجات لاوروبا. ومن بعد كذلك اكيد انه التوضيح ديال بعض الامور اللي مهمه غتكون، وهو اللقاءات التجاريه الثنائيه اللي كيصطرحوا عليه بلي بي تو بي. وهنا كنوضحوا للتعاونيات ديالنا كيفاش انه غتكون هذه اللقاءات، كيفاش يتعاملوا مع فاعلين اقتصاديين، مع شركات اجنبيه تما باش يصدروا لها المنتوجات ديالها ان شاء الله. اليوم جميع الطاقم لا التقني ولا الاداري ولا المعاون راهم حاضرين معنا، راهم كيوجهونا كيفاش غادي يمكننا نكونوا. هذه اول مره غادي نشاركوا فيها احنا في هذا المعرض، وكنتمنى على الله انه يكون على خير ويدوز كل شيء على خير. استفدنا بزاف هذا النهار هذا، لان ما كناش عارفين كيفاش، وما كناش عارفين شنو خصنا نديو وشنو ما خصناش نديو، وشنو الملتزمات ديالنا، واشنو اللي علينا، واشنو اللي غادي نجيبو من تما. حنا الرجاء ديالنا هو اننا ان شاء الله باذن الله نمشيو وتدوز الامور كلها بخير، وتكون الجوده عاليه، ويكون تقبلنا كمتعاونين وكتعاونيات بصفه عامه، تقبلت الجوده ديالنا باش حتى حنا نعطيو قيمه لبلادنا، ونقدروا نعطيو قيمه للمنتوج ديالنا، ونزيدوا القدام ان شاء الله، ونتمنوا نرجعوا بطلبيات من عند الزبائن اللي هما الاتحاد الاوروبي. جمعنا هنايا على حساب باش يعطيونا التعليمات شنو خصنا نوجدوا، وشنو الوثائق اللي خصنا نطلب منا، وكيوصيونا بزاف على الجوده. يعني الجوده يعني هي الاهم، يعني باش يمكن لك تبر براسك في السوق تكون عندك الجوده. وحنا في هذا اللقاء يعني ديك الالتزامات اللي عطاهم لنا كلهم غنحاولوا نلتزموا بهم، يعني حرفيا ما نقدروش نخلفوا شي التزام، يعني داك الشيء اللي قالوه لنا نطبقوه ان شاء الله حرفيا، يعني من ناحيه الجوده ولا من ناحيه ديال الوثائق ولا من ناحيه كل شيء ان شاء الله. يعني دينا تجربه وتلاقينا ناس اخرين يعني ما كناش كنعرفوا تعاونيات اخرين، يعني شفناهم وعطاونا نظره عامه على هذا المعرض ديال فرنسا، كيفاش كيكون داير وكيفاش كيكون الحركه ديال الرواج فيه، يعني هذا الشيء كامل استفدناه اليوم. تم التاكيد على ان المنتوج خصو يكون عنده جوده، خص يكون منضبط القوانين ديال الانتاج، وهذا الشيء ماشي شي حاجه جديده، هذا الشيء ديما تتذكرنا فيه لادا، وديما حنا كنشتغلوا عليه، لا مع لونسا لا مع ليتابليسمون اوتونوم. دونك مي اليوم اكدوا لي ان معرض دولي وصوره المغرب هذه اللي غنمثلوا، وفي نفس الوقت وجهونا حتى لكيفيه انجاز كافه الوثائق بالنسبه للاشخاص اللي غادي يمثلوا التعاونيه في المعرض. ولادا هذا شيء عادي من جهتها، دائما تتواكب التعاونيات في هذه المسائل وكتوجههم، ونتمناو اننا نمثلوا بلادنا احسن تمثيل، وان منتوجاتنا تمشي احسن منتوجات، وهي احسن من هو المنتوج ديالنا سي لو ميم اللي كنسوقوا هنا في المغرب، راه هو اللي غادي يكون في فرنسا. هنا تكون عندنا نيت فرصه باش نتاكدوا بان فعلا راه منتوجنا راه بوثائق رسميه وادي بانه راه مزيان. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.